صراحة الفوز كان صعيب ونشكر اللاعبين لحقوا واحد المباراة اللي كانت كبيرة، ما كانش بالسهل باش تفوز بالماتش الرابع ديالنا، يعني ربعة الماتشات متابعين ما ساهلينش. كنتمنوا ان شاء الله باش نبقاو ديما غاديين في هذا الخط التصاعدي ان شاء الله. طبعا الحال يعني صراحة يعني حنا كنفكروا ماتش بماتش، عندنا هذا الماتش ديال نهار الاحد ان شاء الله خاصنا نفوزوا به، ومن بعد ان شاء الله نفكروا في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. كنبغي نشكروا الجماهير الرجويه على المسانده ديال الفريق ديالها، وكنتمنوا ان شاء الله باش ديما نعطيو الاضافه باش ديما نفرحوهم ان شاء الله. بطبيعه الحال يعني اي لاعب كيتمنى يلعب قدام الجمهور ديالو، حنا ان شاء الله الجمهور غادي يرجع نهار يمكن نهار 6 في شهر 10 ان شاء الله يرجع الملاعب، وكنتمنوا ان شاء الله الجمهور الرجاء الرياضي ان شاء الله يساند الفريق ديالو ويدخل بكثافه ان شاء الله باش نكونوا ديما في المستوى ديالنا. شكرا.